تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعى برقية تهنئة من سمو الفريق أول ركن الشيخ محمد بن عيسى بن سلمان ال خليفة رئيس الحرس الوطني رفع فيها إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة فوز مملكة البحرين في سباق ثلاثة آلاف متر موانع للسيدات بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وأعرب سموه في البرقية عن بالغ الفخر والاعتزاز بهذا الإنجاز العالمي الكبير الذي يضاف إلى سجل الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين في المجال الرياضي والذي يعكس دعم جلالته اللامحدود والمستمر للارتقاء بالقطاع الرياضي في مملكة البحرين لت لتتبوا مكانتها في المراكز المتقدمه في جميع المجالات والمحافل الرياضيه الدوليه